ولسه معاكم في تغطيتنا الإخبارية والمستمرة لمعركة طوفان الأقصى. بينضم لينا على التليفون من اسطنبول الباحث في شؤون القدس وفلسطين الأستاذ علي إبراهيم. أستاذ علي، برحب بوجودك، أهلا وسهلا. أهلا بكم. أهلا بك أستاذ علي. أستاذ علي، يمكن الحدث الأبرز النهاردة لغاية دلوقتي، آخر الأحداث طبعا اللي حصلت النهاردة، وهو فيديو الأسيرات اللي تم نشره من قبل الإعلام العسكري للمقاومة الفلسطينية. لو تقول لنا على الأثر النفسي السلبي اللي ممكن يروح على جنود الاحتلال اللي المفروض يعني ان هم في حالة تحفز لعملية اجتياح غزة. كان بطبيعة الحال المقاومة الفلسطينية استطاعت خلال هذه الأيام الماضية أن تدير معركة الأسرى المستوطنين بطريقة مذهلة جدا. نتحدث عن توقيت مهم لنشر هذا المقطع على أثر البيان الذي نشره صحفي الذي قام به نتنياهو مع عدد من وزراء الكابينيت. في هذا البيان أظهر تشرذم للحكومة الإسرائيلية وعدم تحمل نتنياهو المسؤولية، وجاء أيضا بعد أن نشر نتنياهو منشور على منصة إكس سابقا حمل فيها الأجهزة الأمنية مسؤولية ما جرى من أكتوبر وعاد لاحقا ومحاها. هذا يعطينا صورة بأن المستوى الإسرائيلي والمستوى الأمني أيضا في صراع شديد جدا، ويتلقى أيضا ضغوط كبيرة جدا من قبل الدول التي لديها رعاية من مزدوجي جنسية وهم من الأسرى من المستوطنين لدى المقاومة الفلسطينية. بالإضافة إلى بأن الأسبوع الماضي شهد تصاعدا كبيرا من قبل ذوي هؤلاء الأسرى من خلال مجموعة من الوقفات والاحتجاجات التي قاموا بها أمام الكابينت الإسرائيلي أو أمام صحيح. عودا على السؤال، بطبيعة الحال اليوم الاحتلال حشد على تكون غزة عدد كبير جدا من الجنود. نحن نتحدث عن نحو 300 ألف إلى 350 ألف جندي. هؤلاء اضطر الاحتلال أن يقود هذه المناوشات البرية البسيطة في بداية الأيام، والبارحة كان هناك ربما توغل أكبر بقليل، لأن هؤلاء هذه القوة الكبيرة إن لم تشغل في هذا المكان تكون جزء من المشكلة التي أصلا يعاني منها الاحتلال. النقطة المهمة بأن المقاومة تستطيع أو استطاعت من خلال هذا المقطع أن ترسل رسالة واضحة للمستوى يعني الشعبي الإسرائيلي بأن الذي يعرقل أي طبقة تبادل إن كانت لمجمل الرهائن من خلال فترة تبييض السجون، ونتحدث عن كل الأسرى مقابل كل الأسرى الفلسطينيين، هو بنيامين نتنياهو من خلال تعسفه ومضيه بهذه المعركة وبهذا القصف العشوائي لقطاع غزة. صحيح. وأيضا هي رسالة أخرى لكي تدفع هؤلاء للمضي نحو المزيد من الفاعلية والضغط الشعبي على الأرض. نتحدث منذ بداية الحرب عندما أصدرت القسام فيديو أو مقطعا مصورا للأسيرة التي قاموا لها بعملية إجراعها، هذا المقطع هو جزء أساسي من المقاطع التي يعني دفعت نحو المزيد من هذا التفاعل. ذلك يعطينا صورة أو يؤكد لنا هذا الخلل الكبير لدى المنظومة الإسرائيلية، لأنه منذ قليل منذ نحو ساعة من الآن نشر الشباك لأنه استطاع ليلة البارحة أن يحرر مجندا. طبعا هذا الكلام كان غريبا، لأنه المساحة أو المسافة التي توغلتها قوات الاحتلال إلى داخل قطاع غزة لا يمكن أن تتضمن مثل يعني هذه الأماكن التي تضم أماكن الاحتفاظ بالأسرى. يعني حد كتير جدا كذبوا الخبر ده ومش مصدقين طبعا الإعلانات الصهيونية عن تحرير أي أسرى عند حماس. صحيح. لذلك أحد المتابعين دخل إلى قواعد البيانات التي نشرتها بعض الصحف العبرية وبعض المصادر العبرية الأخرى المستقلة ولم يتم هذه المجندة، وهي هذا دليل مستجد بأن المعركة النفسية أو الحرب النفسية التي تخوضها كتائب المقاومة الفلسطينية ناجحة بشكل كبير جدا، واستطاعت أن تؤدي غرضها حتى هذه اللحظة، وهذا مما يعطيها أفضلية في معركة هذه المعركة حول الأسرى أو تبادل الأسرى إن كان هناك حلول على الأقل في قادم الأيام. تمام. طب أستاذ علي، في الوقت اللي بتبدو فيه طبعا المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها على رأسها طبعا حماس، تبدو فيه قمة في التماسك وأداء يعني وإدارة للمعركة بشكل متقن جدا،
ليه على الجانب الآخر في الدول العربية والإسلامية على المستوى الرسمي طبعا لما بنتكلم الواضح طبعا قدامنا كلنا ان احنا في اليوم ال 24 لا يوجد تعاون ما بين الدول العربية والإسلامية تجاه غزة، ما فيش تكامل، المواقف حتى القوية في دول مواقفها قوية زي تركيا ولكن منفردة. للأسف الواقع العربي الرسمي حاليا واقع مجري جدا. اليوم يمكن أن نقسم الموقف الرسمي إلى ثلاث مستويات. المستوى الأول هو المستوى المطبع الذي يعني ربما تنافي أو تناقض أفعاله أقواله. نحن نتحدث اليوم عن معلومات تحدث عن طائرات انتقلت من بعض الدول العربية المطبعة البريطانية نقلت أسلحة وذخائر إلى الأراضي المحتلة. المستوى الثاني وهو المستوى الذي يحاول أن يكون يعني منصفا او على اقل تقدير يقف من الاطراف، ولكن هذا المستوى للاسف اداؤه ايضا مخزي جدا على صار يعني النظام المصري حاليا واغلاقه لمعبر رفح وانطياعه التام للاوامر او الاراده الاسرائيليه بعدم ادخال المساعدات الى داخل قطاع غزه، لدرجه ان صحف عبريه نشرت صور للضباط الاسرائيليين في الجانب المصري من المعبر يفتشون القوافل او يفتشون المساعدات قبل الدخول الى الجانب الفلسطيني، وهنا ربما يجدر بي والبارحه قد مرت يعني تغريده له رحمه الله تعالى نترحم عن على الشهيد محمد مرسي ونتذكر بالفعل كيف كان مواقفه في حرب غزه في ذلك صحيح. الوقت عندما كان رئيسا للجمهوريه العربيه وبحقيقة هذا الموقف الكبير جدا وفتحه للمعابر وغير ذلك، ربما التاريخ ولو نسينا حاليا بعض التفاصيل التاريخ لن ينسى، ووضع هذه الافعال المهمه والفاعله في ذلك الوقت مع ما يجري حاليا. نحن نتحدث عن بون شاسع نصل الى حد التواطؤ بل التآمر، لا يكفي ان تقوم هذه الدول العربيه بشجب ورفض ما تقوم به اذرع الاحتلال من محاولات تهجير الفلسطينيين، ولكنها في المقابل تمنع ابسط مستلزمات الحياه عن اهلنا واخواننا في قطاع غزه، هذا امر لا يعقل، لدرجه ان الاحتلال عندما يعني تضايق ان صح التعبير قليلا قطع الغاز عن مصر، اليوم مصر تعاني من تراجع في الكهربائيه نتيجه قطع الغاز من دوله الاحتلال. صحيح. هنا في الجزئية ديت أستاذ علي يعني التخاذل العربي والإسلامي الرسمي اللي بنسبة كبيرة جدا تجاه اللي بيحصل من مجازر ومذابح ضد الفلسطينيين في غزة، لأي مدى التخاذل ده شجع دولة الاحتلال إنها تتمادى في المذابح؟ نعم للأسف هذا التخاذل أظن أنه ليس تخاذل فقط بل هناك تواطؤ. عندما تسرب او عندما تتحدث بعض المصادر الامريكيه بان هناك مسؤولين عربا تحدثوا بشكل واضح عن ضروره انهاء حماس او ضروره انهاء المقاومه الفلسطينيه، عندما يتحدث ايضا بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي بان خطر حماس ان لم ينتهي في غزه سيطال دول العربيه، هذه رساله نتنياهو لهذه الأنظمة العربية بأن ما تقوم به أذرع الاحتلال وآلته من قتل وتشريد بحق الفلسطينيين في غزة جزء مخطط عام جدا. نحن إن عدنا سابقا وأظن قلت مثل هذا الكلام على شاشتكم مباركة بأن كان جزء أساسي من المشروع الذي قام حاليا في منطقتنا هذا ما يسمى الشرق الأوسط الجديد ضالعة بل ومشاركة في أنظمة عربية. نحن صحيح. نتحدث عن دول لم تتخذ فقط مواقف سلبية تجاه القضية الفلسطينية حاليا، هي أصلا جزء من هذا الحلف الجديد الذي تقوده ما تسمى دولة الاحتلال الإسرائيلي. فنقطة مهمة، نحن نتحدث في شهر أكتوبر وعندما انطلقت معركة طوفان الأخطر كثير من المعلقين شبهوها بحرب أكتوبر عام 73. كان في عام 73 استخدام سلاح مهم جدا ولم يستخدم للأسف مرة ثانية ألا هو سلاح النفط. اليوم الموقف العربي الرسمي متضاجع لدرجة بأنهم لم يصلوا إلى هذه المرحلة من موضوع صحيح. التلويح بالأسلحة الاقتصادية بل أنهم أضعف لدرجة أنهم اكتفوا فقط بالبيانات والدعوة نحو الضغط على الأطراف ككل أو الضغط على الاحتلال لفتح المجالات، وهذا للأسف حالة يعني لا أظن تكررت. هنا في الجزئية ديت أستاذ علي
ليه المسألة يعني ما اتخذتش حتى يعني لو فرضنا لو يعني لو حذفنا مسألة إرسال الجيوش العربية للدفاع عن غزة، لأن واضح إن المسألة ديت بقت يعني يعني زي ما يكون يعني إيه رابع المستحيلات زي ما بيقولوا في الواقع بتاعنا، ولكن ليه حتى الجوانب الاقتصادية ليه مش موجودة؟ ليه مش قادرين ياخدوا قرار بقطع بترول بقطع غاز بضغط اقتصادي ما؟ ليه لغاية دلوقتي مش قادرين ياخدوا القرار ده؟ هنا أستاذ الكريم في نقطة مهمة، بأن أي شخص يتابع الواقع اليوم على الصعيد العالمي يرى ويعرف أن الهيمنة الأمريكية متراجعة بشكل كبير جدا، وهذا ما شهدناه إن كان عبر الحرب الروسية الأوكرانية، عبر نمو النفوذ الصيني وغير ذلك. اليوم للأسف الحكومات العربية والإسلامية لم تقم بالاستفادة من هذه التغيرات الكبرى في المنطقة ووضع لبنة في طريق الصعود مرة جديدة وبناء قوة عربية وإسلامية، ولكنها للأسف اختارت أن تلوث مجددا، ليس بالحلف الأمريكي إن صحت عنه، ولكن بذاتها الصورة في بلادنا وهي إسرائيل. لذلك ما يجري اليوم أظنه هو يعني أكثر أصلا من تماهن، هو محاولة منسجمة تماما مع الإرادة الأمريكية والإسرائيلية، لأنه لو كان بالفعل هناك قرار صادق وحقيقي من قبل هذه الدول لمواجهة هذه الأطماع ومواجهة التغول الإسرائيلي، يمكن أن نطوع كثير من الأدوات. وأظن على سبيل المثال الدول القريبة من دولة الاحتلال إن كانت مصر والأردن بشكل أساسي لأنهما يعني وضعا في صلب الخطر في حال تم مشروع التهجير أو غير ذلك، لم يقوما بأدنى مستوى من التفاعل ألا وهو فرض السفراء أو على الأقل دعوة السفراء العرب في تل أبيب للمشاورة أو غير ذلك. أيضا أستاذ الكريم حتى هذه اللحظة هناك نحو 4 أو 5 سفراء عرب ما زالوا في سفارات الدول تل أبيب المحتلة. تخيل اليوم عندما يكون هناك سفير لدولة عربية في تل أبيب، مواريخ المقاومة تمطر على هذه المدينة وهو ما زال قاعدا على كرسيه، لم يقم حتى ببيان أو على الأقل بمبادرة شخصية لإظهار ضعف موقف دولته. للأسف هذا قاع لا أظن بأنني باطلاعي أو بقراءاتي قرأته أو طلعت عليه بكل تاريخنا تاريخ الصراع العربي والإسرائيلي. الأمر الثاني وهو أمر أيضا خطير جدا، لأن اليوم كل الأطراف على الصعيد الإسلامي والعربي تكتفي فقط في البيانات، لم نشاهد بالفعل محاولة حثيثة على أرض الواقع لأدوات يعني تؤثر عمليا من خلال مثال دعوة الأمريكان لإخلاء بعض القواعد العسكرية في الدول العربية والإسلامية، استهداف مباشر للمصالح الأمريكية، كل هذه الأدوات. طبعا نحن تحدثنا منذ قليل عن السلاح المواجهة الاقتصادية الرسمية، أنهم الشعوب العربية تقاطع من الخليج إلى المحيط يعني المطاعم والمقاهي الأمريكية وغير ذلك، ولكن هذا أيضا لا يكفي لأن جزء كبير من المنظومة الأمريكية مرتبطة باستثمارات ضخمة من قبل الدول العربية، ونحن نتحدث بشكل خاص عن الدول الخليجية. هذه الاستثمارات هي ربما تكون عصب إن لم تكن واحد من أهم الأعصاب المالية الأمريكية. صحيح. طيب خليك معنا، تمام خليك معنا أستاذ علي على التليفون.